أهلا فيكم بقناتي في اليوتيوب. طبعا أنا وايد مستانسة أني رجعت عندكم من أول جديد مع فيديو جديد. أحبكم. أوكي، اليوم أنا وحمود، حمود يا داستكم بدل أغل، هذا هو. أوكي، عرفتوا يعني، مو مهم. المهم أنا وهذا الإنسان بنسوي لكم بيتزا بطريقة حمود، وهذا مطبخ ماما. اليوم احنا ماخذين مطبخها، اجرنا، وخليكم معانا. اوكي، الحين انا راح اقصقص هذيل المكونات، وحمود يسوي الخميرة او الخبز مال البيتزا. خلوكم معايا، انا راح اقصقص اراويكم كيف تقصون. اوكي، اول شيء نحتاج مرتديلا. طبعا احنا نستخدم مرتديلا الايراني ونقانق، نفس الشيء ايراني. حمود لو يتكلم وايد زين، خلاص ما يتكلم. اوكي، الحين نقصهم، شوفوا كذي، نحطهم كلهم كذي طبقات. اوكي، ما ادري يبين محمد معلومة شاونجا اونجا معلومة دانا من شو مدام. شوفوا انا كيف مهتمة فيكم عشان تشوفون كل التفاصيل. اوكي، كذي طبقات نحطهم فوق بعض ونقص كذي، لا 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 لا. اوكي، بعد ما نقص شي نقصهم صغار مرة ثانية. حمود بعد قاعد يطلع أغراضه عشان يسوي لكم، يراويكم كيف يسوي الخبز. مش خبز، ها ما تحت خميرة. ها أوكي، يس تزيات خميرة بالخبز. أوكي، الحين أنا بشرح لكم بالإيراني وحمود يقول لي بالعربي. أحط هذين هناك. Yes. بابي. Okay. Okay. ما عليه. Okay. أنا جالسة أقص هذيلة. لازم تجربون لازم تجربون هالمرتديلا لذيذ ويجربون خبز. Okay. أول شيء تحتاجونه طاسة بلاستيك. Okay. طاسة بلاستيك. اوكي. دوم شيء. دوم شيء. ثاني شيء. ايه. ها شو؟ مخمر ما بيجي. ماما انت. الماية الخمير. ما اعرف شنو اسمه. وتجري على. شوفوا. انتوا اكيد تعرفون هذا الشيء. استخدمونه حق الجيمات بعد. ما اقدر اساعدكم اكثر من شيء. هذا هو. ها حق الخميره يستخدمونها. نحتاج ماي كذي، ويكون ماي عادي يعني لا حار ولا بارد، مثل ده ماي ماي الامارات. اوكي، تاتيو بعد بيكنج باودر. بيكنج باودر. اوكي، دشتين دشتين. اوكي، طحين طحين، ملح، سكر. هذا الجنجلي بنجلي عشان الطحين. عشان الطحين. اوكي. اوكي. خب. ماذا؟ يس. شنو بيكر؟ بيكر انجليزية ماما. انا امي قالت هاي يسمونها بيكر. امي قالت بيكر. بابا ارو. انا انتين يا شو. امي قالت انجليزي شو بيقو. بيكر. بابا امي قالت بعربية. خب. خميرة. بمين اجانا اكو. عقب اكتبوا لي في الكومنتات انتو شو تسمونها بلهجتكم. كان تغشوق. بيت ميجان. من بريزان بيت ميجان. اوكي. هو بيقول لي انا بيقولكم. دو تغشوق چای خوری و نسبي. اوكي. يعني اي قشه غذا خوري. تعرفون القبشة الصغيرة تستخدمونها حق السويت او شاي. لا لا، اكبر عن قبشة الشاي. ف
سنتين ونص من هالقبشه. بس 1 كيلو 1 كيلو ونص اردا بس بيشتر دولار. هاي كيلو او كيلو ونص من الطحين، او اذا تستخدمون طحين اكثر لازم تزيدون طبعا. اوكي اوكي. How are you? انزين بعد شنو هالمرت اللي اخترت هذا شنو؟ بيكنج باودر. بيكنج باودر. انزين تو قبشه واحده بيكنج باودر وبعدين نزيد نص شي يعني وي لونه لونه تحت ماما بيكنج باودر تخيلوا لونه قاعده تحت تحت الطاوله. اوكي هنا بنزل كنار هنا بنزل كنار هذا بنخلي هناك هذا بنخلي هناك انا كذا ما يصير تحط ملح اول شيء فرق نمیکنه هر کدوم دم دست بود ملح نمک بود الان بهم بگو نعم خب ملح یه قاشق قبشه واحده قبشه واحده نسکر ال خب اینجا آه میمونه بیرون ها هنی بابا ها ما یعم شی انا باش هذا بنخليه بنيب سكر یه قاشق پر قبشه واحده سكر یه کم دیگه بریز نمیشه قبشة ونص وتشوسكين سكر يا رب الإيرانيين ما يتابعونا روغان روغان أنا أولي كم أب مريزين تو Thank you ماما تساعدنا ماما تساعد أوكي شوفوا كذي نحط ماي مخبر أنا زوم كنام لا أنا زوم روش ديجي تاتيو تاتيو يعني ديتيلي در مين أوكي هم بزنا أنا كم هم بزن ونخلط كذي نخلطهم كلهم ويا بعض بعدين يطلع شكله مو حلو خب يا كم دقيقه 5 دقيقه اينا بذاريم اينا اينجوري تا به عمل بیاد ماي خميرش خب عمل 5 دقيقه بابا ما چاقو صحبت نكن ميزني كلامونو ميپروني اوكي اقول لكم حمود وايد يتكلم تبوني اسكر المايك المهم 5 دقائق نخليه اوكي ويت 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 زيت هذا زيت زيت يا قاشق غذا خوري بمده انا وانا لين الحين بعدني اقص ترى ها انا درميزه 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 يا قاشق قبشه واحده قبشه عاديه مالت الاكل نحط نزيد يعني فوقها فوق الخلطه زيت اي زيت لا زيت زيتون هم مشه لا 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 ما تحطون زيت زيتون لازم زيت العادي ما ندونم مشه نمیدونم مشه يعني ما نعرف ايش تسوي باين بلدان يا تو حرف زن يا من تو من اوكي خلاص انا ما بتكلم جفتمون آهای میزنی دیگر خب تو درست کردی ها بعد قارچات هم بکن فرد دلمه این زرده یکم خراب شد اشکال نداره اون سم لوناست ترون زیر لش نکنی تو رو قرآن تخیلو لونه قاعده تحت ما اعرف ليش زي مثل ما تشوفون انا اليوم مسؤوليتي بس اقصقص اوكي الله كريم ترجمه میکنی واترجم المهم شوفوا الفلفل حلو او فلفل رومي ما اعرف انتو شو تسمونه او فلفل حلو فلفل حلو احنا نقول انقص بهالطريقه انا قصيتهم صغار خودتون میتونید دیگه هر چقدر میخواد ریستر میخواد درشتر میخواد ولی دیگه اینجوری نمیشه اوکی الطباخ يقول انتو على ها تو با این چاقو خوب نمیتونی استفاده کنی من کوچیکا برات بیارم نکن الطباخ يقول وايد تكلم هالطباخ الطباخ يقول انتو على كيفكم تقدرون تقصون يعني يكونوا صغار او كبار اهم شيء ما تحطون شيء فوق بيتزا اوكي يكون في شكل انا الحين ياس اقص تخيلوا دست لونه من تحت طبعا نازلني بش خدا خب ببین اینو هم هم میزنیم خب تو با هم قطیشه خب این لازم تخلطونه یعنی خلال هالدقیقتین خمس دقایق لازم تخلطونه کامل با هم مخلوط شه عشان اتمکسون هم کامل چذی ویا بعد الان شو اینه اینو یه دقیقه بذارم اینجا خب یک کیلو آرد کیلو طحین اول این آب رو ناکن همین نصفه این بود خب شفتوا المايه اللي استخدمناه شويه حطينا حق الخلطه اللي هناك الباقيه نحطها
آره 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 این این نصرت شدی من نگاه میکنم در انجام آه برای اینم همون مایه است. خب الخلطه اللي سويناها شوفوا نخلط خلي كم بزاني ببني اوكي يا نا يقول لي جربي ونحط داخل you like it لا تسوي ازعاج اوكي 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 1 مينيت سكيب ات هير ثانك يو ديس سكيب ات هير ديس وان اوكي ان تو تو برو بابا چقدر؟ آه فلفل دلمه گفتی بشون تو؟ yes خب الان با این ببین شوفو بهذا عشان هر چیزی دیگه فقط یک کیلو بریزیم اوکی اهم شی یعنی به ایش انتو تحطون الطحین مو مشکله بس اهم شی تحطون کیلو بالضبط هنی میخوای علکش کنی تو اون یا نه نمیخوای نه دیگه نمیخوام اول اینجا میکنم علکو بس بعدش میخوام علکو بس بعدش میخوام طبعا امي من هناك ورا الكواليس ماسكه راسها ان هالاثنين شوي خربطون لو شوفوا 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 كيف انا شي شاطره شوفوا هنا شوفوا شوفوا فوزا ميجي شاطره هره که شاتر نمایی بابا همه دوباره رفت فلفلا تو فا خودمه دکان وصل که دکرن انزین بعد ها این هر کدومش که اینی که ما داریم مثلا زده گرم شده یعنی 200 گرم خب اوکی چوفو مثلا هالشی اللي ما اعرف شو اسمه احنا نستخدمه عشان نعرف الوزن والكمية شوفوا مالنا مكتوب الاعداد موجودة مالنا 200 قرب يعني كل واحد منها 200 قرب فكم حبة حطيت؟ فحساب كنية 4 تاش 2 4 تاش 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 حطينا 5 منه هذا ما يفهم لا لا 5 ندادم من بس نمونه همين قد زياد ميشه اوكي وبعدين اینا رو باید بشوریم؟ نه دیگه؟ من شفتم نه اینو تو قاط کن بعد میشوریم اوکی اگست هم بعدین بنغسل هم چون اگه الان بشوریم لیز میشه دیگه نمیشه قاط کرد اوکی اگه کلن حرف نزد همه همیشه گیم و انا بقص المشروم حینا و حمود یراویکم کیف یسوی الطحین ریزه ریزه ریز ریزه ریزه ریز خب اینا تا توضیح خمیر رو هی باید اینجوری کنی هی باید الخمیره انتو چذی لازم کل تحرکونها 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 لین ما تحرکونها ما انکم تعورکم اگه زیاد بود گوش کن آب که هم دیگه چی 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 بگو نه بگو 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 برن از رستوران یاد بگو باشه 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 تیزم بگو 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 اگه دیدن آبش کمه اگه دیدین آبش کمه آب اضافه کنید اوکی اذا شفتو یبالها مای لازم تزیدون مای و اذا شفتو اوکی ما تزیدون مای اگه آردش زیاد بود اگه آردش کم بود آرد اضافه میکنید و اذا شفتو الطحین شویه بابا چی میگی تو آب زیاد بود همه ایفم چی گل الان بابش نخلویا اگه آب زیاد بود آرد اضافه میکنید اگه آرد زیاد بود آب اضافه میکنید انتوا طلعوا البال الخمير طلعوا من يوتيوبر ثاني انا ما بتكلم عنه بوشا قل دارونه اوكي اذا شفتوا وايد ماي حاطين زيدوا طحين اذا شفتوا وايد طحين حاطين زيدوا ماي او ماي جاد خلاص صح بودي ليش انت الادرس ميدي اوکی مامی خب یه ران دیگه بعد باز درست بود تچیو مامی بای مامی اسکیوز می اوپن دیس ها عبالی صدق انا شو اشتغل عندك خف علينا بس نصرت بس 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 اوکی زيدوا طحين لا انا وايد حاطين
ماما محمد اینا رو نمیخواد. میگم بیا. خب میدی دایره ای بزنی اینا رو. زدم دایره زدم. نمیفهمه. من نمیخورم آقا سلیقه ای. چند تا پیتزا درست میکنیم؟ الان شوفا علی کیف قصه چی اشیل دل ماله. تو گنده دیگه. کامل؟ نه میگه تو. پیتزا گرد. یه دونه شو گرد کن. گرد درست میکنم. گرد برای خودم خودم. آب بنسوي على فكرة بيتزا حق لونا بعد لونا حلوة صغيرة. شفتوا؟ چی؟ بیم. هانا لونا. من یه سامیر میام ولی که من بعد اینجوری موش دادنم بهش. تربیت چه؟ عطی مشروم حق لونا. لونا. بیا ماما. بیا. تاکل مشروم بنت حلوه. این حال میده دستکشو در بیاری. اصلا خود دستاتو شستی؟ نه. حال میده ولی میگه کلا. لا تسمعوا كلامه الله يخليكم هني لا تترجموا للكلام انا ما بترجم. از در بهداش میگیرم. من البلديه بيزخونا. شوفوا شوفوا المحاوله بس. ما قارچ زیاد بزنید یکم تن اصلا قارچا رو زخمی کردی. نه قارچا نرمه. آره آره اینجوری. من دوست ندارم قارچ بزرگ باشه. نمیدونم سلیقه ایه دیگه. سلیقه ایه. چهار شدی؟ بگم مامانم بیاد بکنه بلد نیستی؟ بابا حالش طلع اصوات شو سوی؟ شوفو اما تغشى من ورا تغشى اتغشى من وتغششى اتغشى في عيني تغششى من ورا ها ها حرف ميزاني چقدر دارم بابا بيتكلم مام سبسكرايب مام حرف ميزانا زيدو ماي لانا لا 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 برا منه اون هذا حق حمود انتوا لا تحطون خب بعد که آماده شد بعد که یکم آماده شد آنزه روی اوپن میده نیچه این سنگا ای مکان اوکی ای مکان دیگر بزن رو زمین بابا نکنی اوکی روی سینی یه چیز سفت و محکم اوکی بعد وردش بدن اینجوریش کنم اوکی احیانا بصور لکم شو لازم نسوی آره لانه هاده یقول کلام ما مفهومه شویه اوکی ما به قرآن مجید خب برو دیگه برو من برو بیده کوچیکه اینا رو نمیذارم عشان تعرفون لش لش اما بس تغششه هو خلوها تغششنی بعد بیدی عورتنی تکسر نقامه تتیو انزين احيانا انا تقريبا خلصت وامي قصت النقانق انا قصت هذيلة والمرتدلة هي ونسيت اقول لكم اذا حابين تقدرون تستخدمون كورن حلو يعني انا حط طعمه هي نسيت اقول لكم ان هالبيتزا اللي احنا ياسين نسويها حينا يسوونها في ايران اكثر أصلاً قبل يعني يوم إحنا كنا صغار كانوا في محلات يعني مطاعم شيء صغار وايد نفس كافتيريا وكذي كانوا يبيعون هالبيتزا فتخيلوا قبل يعني أيام المدرسة والطفولة هذا وايد يتكلم للأسف إنزين فأيام الطفولة المدرسة اللي أقول لكم تليفوني يرين هذا شنو من الطبخ طب 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 المهم يعني يوم كان عمرنا مال 8 سنين 9 سنين لأن أصلاً أنا من عمري تقريباً 11 سنة أنا عشت في الإمارات 8 سنين 9 سنين فتخيلوا دائماً يعني بعد المدرسة كنا نشتري أو كان يبون البيت وناكلنا وايد لذيذ تخيلوا كان جداً رخيص يعني أرخص أكلة يمكن تقدرون يعني كنتوا تقدرون تأكلونها تشترونها ها حشة؟ انزين وخلاص الحين بصور لكم ان حموتو قاعد يسوي مع ال هاي خميرة مين قاعد جلسي؟
لو تسوونه بدون قفاز وايد احسن طبعا. انتم تسوونه حقكم في البيت يعني تسوونها في البيت. انا ما اعرف ليش متكلم بسرعه بسرعه شيء انا بك بعد ما المدبكه ساكت. انزين اذا تسوون حقكم في البيت يعني مو مطعم فعادي اغسلوا ايدينكم زين وسووها بدون قفاز لان احسن. وتاتاتا انزين والحين حمود يراويكم شو اللي بيسوي هني. ما اعرف شو يسمونها. اوكي يا سلام شوف الخميره بس الله. فقط اول انجليش بكوني خو. اوكي اول شيء نسوي كذي انزين بعد که این کارو کردیم میذاریم توی همین کاسه. خب چند دقیقه بعد اینجوری کنیم؟ فقط یکم کاملا چیزای گوله گوله توش هست. اوکی انتو لازم تسوون الحركه هذه لين ما تشوفون الخميره شي ناعم تكون. بعدين تخلونها هناك وتغطونها بالفوطه او اي شيء اللي تبونها وتخلون الخميره ترتاح. انتو شوفوا الخميره ترتاح في حياتها وانا ما مرتاحه. هي اللي شوفوا هالمكان اللي انتو تشتغلون فيه لازم تنظفونه زين. انتو سمعتوا من شوي انا شو قلت لكم؟ قلت لكم حتى الخميره ترتاح واحنا ما يخلونا نرتاح في حياتنا. ويلا من نص ساعه وبرت اصور لكم. اوكي هذه المكونات فيها اللون. هذه المكونات اللي جهزناهم. حمود الحين بيلبس قفازه وبنبدا. بنحط اول شيء الخبز او الخميره اللي سويناها البيتزا بنحطها في الصحن مال البيتزا وبنبدا. اوكي وين الصحن؟ فلفل حلو مشروم. فلفل حلو الاصفر مرتديلا نقانق ذره وجبن. الحين براويكم شوف الخميره ارتاحت ونامت الحين بتي. اوه 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 شوف النصرت بس خميره. آماده جاهز جاهز جاهز. وهذا حق الميني بيتزا حمود ماخذنهم من ايران ترى. هي البته مال بيتزا نيش ما كارنيش مال. هي بس هو اصلا مال بيض بس احنا مسوينه حق بيتزا. انزين شوفوا عشان نعرف ان الخميره جاهزه حمود يراوينا كيف. حمود خمير هو مثلا اكو كذي مثلا نخليها نقصها من النص. شوفوا اينا اين دائره ياس هو بابا باي داخله. شوفون هذيله اين هازينه متواجدش كيف خميره خلاص كذي تعرفون انا جاهز. يلا راوينا يلا 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 انقص قطعة صغيرة وانا بزينها ان شاء الله. خلوه يخلص انا ما اعرف اسوي كذا. افكر في مشروع افتح مطعم اخلي حمود يشتغل هناك ما ادري شو رايكم. على فكره يطبخ زين كذاب يطبخ كل شيء يطبخ زين. امسات سوينا دونتس واو. شوفوا 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 التركيز شوفوا التركيز بس شوفوا التركيز لو يحلق لحيته بس وايد زين يروح صالون. انزين لا بوي سر ما نعرف نزن. خب وقتی که این آماده کردیم انزين استاد. اوکی وقتی این آماده شد مثلا برای این زر اوکی این کم باید روغن بزنیم با این حق هنی زیت هنی هده لا گل هده لا نو 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 خب دشتین دیریم و این حق نیب زیت این بعد دیگه یه ران پنیر. يلا الحين بنخلي الخميرة داخل وبنصور لكم كيف بنحط المكونات. انزين كذي حط يعني هو حط الخبز. خبز شنو الخميرة. انا احط كاتشب
أول طبقة. أوكي شوفوا هو خايف على أكلتها كذي. نوزع الكاتشب. هل سويت إيطالياي؟ بلى كأنه تونا جاي من إيطاليا أو أحلى موالد إيطاليا. أوكي أول طبقة فانيل. أول طبقة جبن. أنتوا غلطانين مش مرتديلا. نو 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 دورش كامل دورش يعني فانيل باشا. شوفوا روح ورا روح ورا. هذا وايد يتكلم هذا وايد يتكلم. أوكي أوكي اوكي زين كذي زين زين. الحين نرتديلا زين جاي كان بعد من زنجة بيا انزين مرتديلا. وي بالغلط شغلت هذا يمه. ويت شغلت هذا من كث وي ما وي ما اعرف خلو خلو لا 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 شغال شغال يغسل يغسل مواعيننا. خب عايزين بديس انحط نرتديلا نرتديلا هذا يسمونه نورتديلا. اوكي بس بيشتر نو بس نو بس. خب سوسيس دايري دايري بابا تشيني. خب شوفوا النقانق كذي بنحطهم يكي بود يكي نابود يكي بود. زين كامل؟ نه بس دیگه اون بسش مرتدلا داره. اوکی خب رد و مکان کن بابا چرا بالغلط. انزل احن احن فلفل حلو نمی نمی خب بسه 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 احن قار چیز بریز یکی یکی مثل سوسیس بریز. ما اشوف زين. اوكي هذا قارت يعني مشروم ريز باك بوشاش هذا يعني قارت كوتشولو. انزين بس لا وايدا بحط بعد واحد هني تون جاي انجلي شوت. خب اوكي الحين جبن. او نو 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 غلطانين 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 ما بنحط وايد لان ما احبه وايد. خوبه تاتيو تاتيو فانيل جبن 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 اكسترا جبن تدي وتشذي يا بسم الله وكذي خيسنا المطبخ نامي. أمي بتضربنا. زين اكسترا تشيز هذا. اوكي اوكي مدام او انت مو مدام انت مستر. اينجا تميز اينجا قشنگ باشه نظفين ترى هالمكان. ها مو بتقولون بعد هذيلا وسخين. اوكي اوكي فينيتو فينيتو. الحين بندخل فرن. برو اونجا عدوی آویشن رو بیار. اوکی نمیری انتو اصبرو انا بایی آویشن چیه کدومه روش نوشته آویشن والا نوشته بهارات مشاوی فلفل اسود آویشن ها بای این نیست این نیست این نیست غبی انت مافی با اینو برداشتن بچه‌ها صدا کنید میشون آویشن پیدا کنید. اوکی احنا بنزید فوق بهارات بنصور لكم بعد شويه آویشن تو بعدش هم میتونیم باز اضافه کنیم وندخل فرن و بنشوفكم وقتی اون با ناكل. باي باي. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. انزين وهالبيتزا مالتنا جاهز. لا لا هني هني هني
لا تنسون تسوون سبسكرايب، تسوون لايك وكومنت، لايك وكومنت، انشروا الفيديو، انشروا الفيديو، اذا حد يبغى يسوي بيتزا انشروا الفيديو. باي.